النهارده هنكمل درس الهجوم وناخد حجم وتوازن واستطلاع. كنا وقفنا عند السؤال الثالث في الهجوم، كان بيقول لك حول الهجوم الاتي. كنا خدنا التحويلات لما نقول بالكيلو متر مكعب للمتر المكعب وبالمتر للديسي متر مكعب والديسي للسنتي متر مكعب والسنتي للملي متر مكعب. بالكيلو متر مكعب للمتر مكعب قلت لك انا بضرب في مليار، مليار ده يعني قدامه 9 اصفار. ملمتر مكعب لديسي متر مكعب كنا بنضرب في 1000، والديسي للسنتي متر مكعب برضه بضرب في 1000، والسنتي متر مكعب للملي متر مكعب بضرب في 1000، وانا راجعه بقسم. وانا راجعه في كل واحده منهم بقسم. طب بص بقى معايا كده، بقول لك اول حاجه 120 ديسي متر مكعب لسنتي متر مكعب، من الديسي للسنتي بضرب في 1000، يبقى انا عندي 120 في 1000. 120 في 1000 يطلع معايا 120000 سنتي متر مكعب. طيب عندك 8200 ملي متر مكعب ولسنتي متر مكعب، من ملي متر مكعب لسنتي متر مكعب انا بقسم على 1000، يبقى انا عندي 8200 على ال 1000 هيطلع معايا 8.2 سنتيمتر مكعب. بعد كده 3 متر مكعب ملي متر مكعب من متر مكعب للملي متر مكعب، انا عندك همشي من هنا لغايه هنا، يبقى انا عندي كام صفر؟ دي اول 3 اصفار، وفي كمان 3 وفي كمان هنا 3، يبقى ده مليار، يبقى انا هضرب في مليار، يبقى 3 عندك في مليار 9 اصفار، يبقى عندك تطلع 3 مليار. 2.1 سنتيمتر مكعب للملي متر مكعب، السنتيمتر مكعب للملي متر مكعب بضرب في 1000، يبقى انا هضرب في 1000 هيطلع معاك 2100 ملي متر مكعب. السنتيمتر مكعب للديسي والسنتي للديسي للأرض الأصغر للأكبر، يبقى أنا بقسم، يبقى 56000 على الألف هيطلع معايا 56 ديسي متر مكعب. النهارده بقى بناخد درس حجم متوازي المستطيلات. حجم متوازي المستطيلات، خلي بالك بقى معايا كده، لما نيجي نرسم كده متوازي المستطيلات بنقول ان متوازي المستطيلات ده خدناه في سنه ثانيه ابتدائي كان ليه 6 اوجه و8 رؤوس، يبقى له ايه؟ 6 اوجه و8 رؤوس وعندك 12 حرف. متوازي المستطيلات اللي قدامك ده اللي هنا ده بسميه الطول، وده كده هسميه العرض، واللي هنا ده كده هسميه الارتفاع. طيب اللي تحت دي كده اسمها قاعده المتوازي، اللي تحت دي القاعده، قاعدة المتوازي على شكل مستطيل، يبقى قاعدة المتوازي المستطيل على شكل مستطيل، والمستطيل يعني يقول لك مساحة القاعدة يعني كأنه بيتكلم على مساحة مستطيل، محيط القاعدة كأنه بيتكلم على محيط مستطيل. طيب النهارده هناخد يبقى بناخد حجم متوازي المستطيلات ده، ليه قوانين؟ إيه هي؟ يقول لك إن حجم متوازي المستطيلات بيساوي أو كمان يقول لك حاصل ضرب أبعاده الثلاثي. ايه هي ابعاده الثلاثه؟ هي الطول والعرض والارتفاع، يعني ممكن اكتب كده الطول في العرض في الارتفاع، او اقول مساحه القاعده، مساحه القاعده في الارتفاع، مساحه القاعده اللي هي مساحه مستطيل اللي هي بتساوي الطول في العرض، فشلت الطول في العرض والعرض فكتبت مكانهم كلمه مساحه القاعده. طب ممكن يجي يقول لك مدينا الحجم بقى بتاع المتوازي ده، مديهولك ومدينا الارتفاع وعايز مساحه القاعده، طب هجيب مساحه القاعده ازاي؟ اقول ان مساحه القاعده هتساوي حجم المتوازي المستطيلات ده على ايه؟ الارتفاع. طب لو هو مدينا مساحه القاعده ومدينا الحجم وعايز الارتفاع، يبقى اقول ان الارتفاع ده بيساوي حجم المتوازي على مساحه القاعده، وما ننساش مساحه القاعده يعني مساحة مستطيل اللي هي بتساوي الطول في العرض، ومحيط القاعدة اللي هي محيط مستطيل اللي هي الطول زائد العرض الكل في 2. دي بقى الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها مع بعض.
يبقى ده اول حاجه في التوازن والاستقرار. طب نيجي بقى نبدا نشوف كده المسائل بتيجي ازاي. اول حاجه عندك بيقول لك ايه؟ اول سؤال بيقول لك ايهما اكبر في الحجم متوازن الاستقرار ابعاده؟ ابعاده يعني اول ما يكتب كده يبقى ده طول، ده عرض، ده ارتفاع، كلهم نص سنتيمتر مكعب. ومدينا كمان واحد تاني متوازن الاستقرار، مدينا مساحه قاعدته، مدينا ارتفاعه، عايز اشوف اللون الكبير. خلاص انا هجيب حجم المتوازي، يبقى حجم متوازي المستطيلات الاول، هجيب حجم متوازي يعني حاصل ده الطول في العرض في الارتفاع اللي هي حاصل ضرب ابعاده التلاته. عندك 70 في 50 في 30 هيطلع معاك 105,000 سنتيمتر مكعب. طب هجيب حجم كمان، حجم متوازي المستطيلات التاني هيساوي ايه؟ ادينا بقى مساحه القاعده والارتفاع، يبقى انا هشتغل على قانون مساحه القاعده في الارتفاع. مساحه القاعده اللي قدامنا بكام؟ ب 2925، في الارتفاع قدامك كام؟ 35، هيطلع معاك 102,375 سنتيمتر مكعب. طب مين بقى كبير؟ طب اللي حجمه 105,000 ولا اللي حجمه 102,375؟ يبقى اللي هون طبعا متوازي ايه؟ متوازي المستطيلات الاول اكبر، يبقى ايه حجمه؟ يبقى حجم متوازي المستطيلات الاول اكبر من الثاني. طيب مساله كمان بيقول لك كم سنتيمتر مكعب يكفي؟ اول ما تشوف الكلمه دي اكنه بيقول لك هات حجم متوازي المستطيلات، ادينا ابعاده 17 و13 و11، يبقى انا هشتغل كده اقول حجم متوازي المستطيلات هيساوي ايه؟ طول في عرض في ارتفاع، يبقى الطول في العرض في الارتفاع عشان نحفظ القانون، 17 في 13 في كام؟ في 11، هيطلع معاك 2431 سنتيمتر مكعب. طيب بص بقى معايا كده، مدينا جدول وعايز ايه؟ نشوف اللي ناقص فيه، مدينا هنا الطول وعرض وارتفاع ومساحه قاعده وحجم المتوازي. اول حاجه خالص مدينا مساحه القاعده، مدينا طول وعايز عرض. طب ما انا عارفه ان انا شغاله دلوقتي مساحه قاعدته، عمال اقول لك ان هي مساحه مستطيل، يبقى كده مديني مساحه المستطيل وطول وعايز اجيب عرضه، يبقى العرض هيساوي مساحه المستطيل اللي هي مساحه القاعده دي على الطول، يبقى مساحه القاعده على الطول هيساوي كام؟ هيساوي 60 على ال 12 بيساوي 5 سم، يبقى ده طلعت معايا 5. طب عايز اجيب بقى الحجم، يبقى الحجم هيساوي طول في عرض في ارتفاع، يبقى 12 في 5 في 7، يطلع معايا 420 سنتيمتر مكعب، يبقى دي 420 سنتيمتر مكعب. طيب مساله رقم 2 بيقول لك ايه؟ مدينا هنا العرض والارتفاع ومدينا الحجم وعايز اجيب الطول. القانون بيقول ان الطول لو مدينا الثلاثة دول هجيبه ازاي؟ يبقى الطول هيساوي الحجم بتاع المتوازي على العرض في الارتفاع، العرض في الارتفاع 160 على العرض في الارتفاع 4 في 8، يطلع معاك 5 سم، يبقى ده كده 5 سم. طيب عايز اجيب مساحة القاعدة يعني مساحة المستطيل طول في العرض 5 في 4 20. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ مدينا هنا الطول والعرض وعايز ارتفاع ومساحه القاعده، طب ممكن اجيب مساحه القاعده اللي هي الطول في العرض، يبقى 8 في 6 ب 48، يبقى نكتبها هنا بجنب كده، مساحه القاعده بتساوي الطول في العرض في العرض. طيب هنا بقى عايز الارتفاع، طب ما انا اخدت قانون الارتفاع بيقول ايه؟ الحجم على مساحه القاعده، يبقى الارتفاع بيساوي الحجم على مساحه القاعده. الحجم اللي قدامك 528 على مساحه القاعده 48 هيطلع معاك 11 سم، يبقى ده كده 11 سم. طيب المساله الاخيره بتقول ايه؟ بتقول مديني الحجم ومديني مساحه القاعده عايز الارتفاع، طب ما انا عندي الارتفاع بيساوي الحجم على مساحه القاعده، الارتفاع بيساوي الحجم بتاع المتوازي على مساحه القاعده. الحجم عندك كام؟ 4751.5 على 365.5، هيطلع معاك يساوي
13 سم، يبقى كده الارتفاع طلع معايا 13 سم. طب انا عايزه اجيب العرض، ان العرض بيساوي مساحه القاعده على الطول، يبقى العرض هيساوي مساحه القاعده اللي هي مساحه المستطيل على الطول. طيب مساحه القاعده بكام؟ 365.5 على 21.5، تعمل لها كده بالحسبه يطلع معاك 17 سم. يبقى ده 17 سم، يبقى ده اول حل، حل الجدول ايه؟ الجدول اللي قدامي ده. طب مسألة رقم 4 بتقول ايه بقى المسألة رقم 4 دي؟ بتقول علم تعاصير. مسألة رقم 4 علم تعاصير على شكل متوازي مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل. طب انت قلت يا مس المستطيل متوازي المستطيلات قاعدته مستطيلة، قلت إذا لم يذكر خلاف ذلك، ممكن يقول قاعدته مربعة الشكل، هو قال هو مربعة الشكل، يبقى أنا بشتغل مساحة قاعدة مربع ومساحة محيط قاعدته اللي هي مربعة. طيب طول ضلعها 6 سم، يعني طول حرفها والارتفاع 15، عايز حجم العصير، طب أنا أقول حجم العصير الذي يملأ إيه؟ العلبة، كأنه بيقول لك هات حجم إيه العلبة دي. طيب حجمها هشتغل بقانون إيه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع، عشان هو بيتكلم عن القاعدة وقال القاعدة مربعة، يعني مساحة القاعدة يعني مساحة مربع، مساحة المربع طول الضلع في نفسه، يعني 6 في 6 يبقى طول الضلع في نفسه 6 في 6 في 15، يبقى دي جت منين؟ مساحة مربع طول الضلع في نفسه. طيب يبقى 6 في 6 في 15 يطلع معاك 540 سنتيمتر مكعب. طيب المسألة اللي بعديها بيقول لك علبة حلوى على شكل متوازي المستطيلات ابعادها من الداخل 21.18.6، عايز احط جواها قطعة من الشوكولاتة، القطعة الواحدة برضه على شكل متوازي المستطيلات ابعادها 3 و3 و1، عايز عدد القطع. انت اول ما تشوف كلمة اكس بعدد، عدد اي حاجة، عدد قطع، عدد قطع الحلوى، عدد قطع الصابون، عدد الصناديق، اي سؤال هيقابلك في عدد هتجيب الحجم الكبير وتقسمه على الحجم الصغير في خطوة واحدة، هتقول كده عدد عدد قطع الحلوى بيساوي. طيب ايه هي بقى عدد قطع الحلوى ده؟ الحجم الكبير اللي قدامك كام؟ 21 في 8 في 18 في 6، عشان ده ايه؟ متوازي المستطيلات، طول في عرض في ارتفاع، 21 في 18 في 6 على الحجم الصغير هو كام؟ 3 في 3 في 1، يطلع معاك 252 قطعة حلوى، يبقى 252 ايه؟ قطعة حلوى، ما انا جبتها في خطوة واحدة قطعة حلوى. طيب التمرين اللي بعديه بيقول لك حاوية على شكل متوازي المستطيلات لنقل بضائع ابعادها من الداخل 3.2 متر و 1.5 متر و 2 متر، عايز تحط في الحاوية، حاوية دي عربية، ودي عربية النقل دي بيبقى فيها بعض وراها كده صندوق كبير متقفل، بيقول لك عايز تحط جواها الكراتين، صناديق وكرتونه متعبيه بقى حاجات، عايز الكراتين دي برضه على شكل متوازي المستطيلات عشان يوزعها على المحلات، يعني ابعاد الصندوق من الخارج، الصندوق اللي هو هيحط فيه ده الكبير ده اهو ابعاده، ابعاد الصندوق من الخارج 40 و25 سم و25 ايه؟ سم. طب ماشي يا مستر، ده سنتي وده متر، قال لك ما ينفعش تشتغل، لازم ما تيجي تتكلم على اي مساله الوحدات كلها تكون شبه بعضها. طب انا اسهل لي ان انا احول من متر للسنتي، احول متر للسنتي بضرب في 100، يبقى هضرب في 100 تبقى دي كام؟ 320 320 سنتي. طب ودي 150 سنتي ودي 200 سنتي. عايز اول حاجه اقول لك عدد الصناديق، انا لسه قايلها في المساله اللي فاتت، ما اقول لك عدد اي حاجه، هات الحجم الكبير على الحجم الصغير واقسمهم على بعض، يبقى اول حاجه رقم الف هجيب عدد الصناديق هتساوي ايه؟ قدامك اهو الحجم الكبير يبقى 320 في 150 في 200 على الحجم اللي هو عندك الصغير اللي هو كام؟ 40 في 25 في 25، هيطلع معاك كام صندوق؟ 384 صندوق، 384 صندوق. طب ايه تكمله السؤال؟ بيقول لك ايه؟ تكلفة النقل إذا كانت تكلفة نقل الكرتونة الواحدة بتتنقل 75%، عايز الكراتين كلها تتنقل بكام؟ خلاص انا هضرب الرقم ده في ايه؟ في 75% عشان اعرف الصناديق كلها، دي عدد الصناديق كلها، الواحدة بتتنقل بالرقم ده،
كلهم بقى يكملوا بكام؟ يبقى تكلفة النقل هعمل ايه؟ هروح هضرب 384 في 75% جنيه، هيطلع معاك 288 جنيه، 288 جنيه. حمام سباحة أبعاده من الداخل 30 متر و15 متر و2 متر، صب به ماء حجمه 405 متر مكعب، أنا عندي حمام سباحة أهو، وهيحط فيه مية لغاية هنا مثلا كده، المية دي حجمها قد إيه؟ بيقول لك 405 حجم الماء ده متر مكعب، ده حجمها. طيب عايز اول حاجه ارتفاع الماء الذي صب فيها الحمام. طب بص خلي بالك، هو قلم ده كده اللي بيكتب لو طول عرض ارتفاع، يعني ده طول وعرض وده ارتفاع. طب هل الطول والعرض دول بيتغيروا؟ لا. طب طول والعرض دول اللي هو ايه؟ الحمام من بره كده الحيطان بتتغير؟ لا. ايه اللي بيتغير؟ الميه اللي جوه الحمام هي اللي بتتغير. ممكن تتملي لغايه هنا، ممكن يملي لغايه هنا، ممكن يملي لغايه اخره. يبقى ايه اللي بيتغير عندي؟ اللي هو ده اللي اسمه ايه؟ الارتفاع، اللي هو 2 متر. يعني ارتفاع الحمام اللي قدامك ده كله 2 متر. يبقى الحمام كله ارتفاعه 2 متر، هو عايز هو حط فيه ميه لغايه هنا. عايز اشوف الحته دي كده ارتفاعها قد ايه؟ طب ما انا معايا حجمها وكمان معايا طولها وعرضها، لان طول العرض ثابت بتاع الحمام عشان تحتوي ما بتتغيرش. طب هجيب الارتفاع ازاي من قانون الارتفاع؟ يبقى الارتفاع هيساوي الحجم على مساحه القاعده. الحجم بتقولي كام؟ 405. طيب ومساحه القاعده طول في العرض 30 في كام؟ 15. هيطلع معاك 9 من 10 متر. طيب كده ايه؟ انا عندي جبت ارتفاع دي، يبقى الحته دي كده 9 من 10، الحته دي كده لغايه هنا المايه مليانه فيها 9 من 10. طب ما انا لسه قايله ان هي كلها كام؟ كلها كام؟ هو ايه ارتفاع الحمام كله كام من المايه؟ الحته دي كلها كام؟ 2. ده ارتفاعها 2. طب تعرف تجيب لي الباقي؟ اه هطرح 2 من 9 و1 9 من 10، يطلع معاك 1 و1 من 10. يبقى الحته دي ارتفاعها 1 و1 من 10. طب انا عايز اجيب بقى حجمها. السؤال الثاني بيقول لك حجم الميه اللي انا هحطها عشان يتملي، احط عايز حجم شويه الميه اللي ارتفاعهم هيبقى 1 و1 من 10 عشان املي الحمام ده، هعمل ايه؟ طب ماشي، انا معايا الحجم ومعايا العرض، الطول والعرض، يبقى انا مين ناقصني؟ معايا الارتفاع ومعايا الطول والعرض، مين ناقصني؟ الحجم. خلاص اشتغلت القانون. يبقى الحجم، حجم مين؟ حجم الماء اللازم اضافته معايا طول حجمه ارتفاعه 1 و1 من 10، ومعايا طوله وعرضه ما بيتغيروش 30 في 15، هيطلع معايا 495 متر مكعب. 495 متر مكعب. يبقى انا جبت 1 و1 من 10 دي منين؟ بعد ما طلعت الارتفاع اللي عندي ده بتاع الميه اللي هو حطيتها 9 من 10، طلعتها من 2 طلعت لي 1 و1 من 10، يبقى ده ارتفاع الميه اللي هتحطها